السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحدث. الاقتراح بقانون في قضية العفو الشامل كان يعني خذ صدى جيد في الاسبوع الماضي، وايضا اللي يشمل جرائم محددة ما بين سنة 2011 و2016. الكلام ان هناك ايضا بوادر ايجابيه يعني من قبل القياده السياسيه فيما يتعلق ايضا في هذا القانون. من جانب اخر ايضا صدر تقرير نقول منظمه الشفافيه الدوليه، وكان المؤسف ان تاخر وتدني مراتب الكويت في نسبه الشفافيه خاصه بالمقارنه مع دول الخليج والدول العربيه. من جانب اخر ايضا في الكلام على الاستجواب، نقد يعني الشيخ سلمان الحمودي يصعد المنصه في الجلسه المقبله إذا ما تم هناك تأجيل. أيضا الكلام أنه أيضا سيصعد المنصة دون الطلب أن يتم حذف محاور أو غيرها، خاصة أنه قدم استفسار وأيضا النواب ردوا على الاستفسارات والاستضاحات اللي قدمها الشيخ سلمان الحمود. في هذه المحاور وغيرها إن شاء الله في حلقة الليل راح تكون معنا، ورحب بضيفي عضو مجلس الأمة النائب دكتور عادل الدمخي. حياك الله دكتور. الله يحييك. بداية دكتور، أنت اللي صرحت في قضية أنك تقدمت باقتراح في العفو الشامل وفقا المادة 75 من الدستور، من سيشمل؟ أولا أنا شاكر لك هذه الاستضافة، ثم موضوع العفو الشامل هذه كانت رؤيتي يعني، وكنت أرى أن من خلال المشاركة في مجلس الأمة سنطوي ملفات كثيرة. هذا اللي كنت تتكلم فيه في وقت الحملات الانتخابيه، اي ولو عن حتى الاربع سنين اللي فاتت والقضايا اللي اثيرت وكذا. نعم. كنت اعتقد ان من خلال مشاركه ان سنطوي يعني بعض الملفات على الاقل الشائكه. نعم. منها قضيه العفو. انا قضيه العفو طبعا استند فيها الماده 75 من الدستور. نعم. للامير ان يعفو بمرسوم عن العقوبه وان يخفضها. نعم. اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون، وذلك عن جرائم المقترحة قبل يعني اقتراح العفو. أوكي. طبعا القانون تطرق لجرائم دون تحديد ما حدد أشخاص. أوكي. من تطبق عليه مواد معينة من قانون الجزاء، مثل يعني إذاعة أخبار كاذبة في الخارج، هذه المادة 15 من قانون 30 على قانون 31 على 70. أوكي. مثل جريمة المساس بالذات الأميرية. نعم. وهذه كذلك المادة 25 من قانون 31 على 70، وجريمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام المادة 34 من نفس القانون، غيرها من الجرائم اللي هي مثارة أصلا ضد الناشطين المغردين النواب السابقين، يعني الجرائم تتعلق بأكثر من 500 شخص، يعني بأكثر من 500 عائلة. أوكي. أنا بس عشان أفهم دكتور أخو، كونك أنت يعني أكيد يعني قرأت في هذا القانون، هل صحيح ان العفو هذا يشمل مو بس الاحكام اللي تكون نهائيه، لكن حتى وان كانت بعض القضايا في درجات التقاضي؟ احنا نصينا في القانون. نعم. على ان، وهذا ميزه القانون، ميزه القانون العفو الخاص. نعم. دائما يكون عندنا احكام نهائيه، اما القانون لا، القانون يشمل احكام نهائيه، احكام ابتدائيه، وهذا نصينا عليه في القانون. اوكي. نعم. اما بالنسبه هناك يعني مثلا تنسيق مع القيادة السياسية في هذا الموضوع، رحتوا؟ احنا رحنا بس مو الموضوع القانون، هذا قانون مجلس الأمة. انتم لما قابلتوا سمو الأمير الله يحفظه كان لديكم رؤية، انا اتكلم في هذا القانون، راح ادخل فيما طرح بعدين، لكن هذا القانون كان من ضمن الامور التي تم طرحها؟ لا، ما طرح هذا القانون، لكن انا تكلمت شخصيا مع سمو الأمير عن العفو الشامل. تكلمت مع سمو الأمير فيما يخص سمو الأمير. نعم. ويعني وطلبت منه طلب الابن من أبيه، يعني ليس طلب نائب مجلس أمة. لا، سمو الأمير والد الجميع. كان طلب يعني ودي، واستمع لي للآخر، وكان يعني بشهادة الجميع متجاوب معنا ومع مطالبنا، يعني على الأقل أنا أقول كانت الروح التفاؤلية. نعم. سائدة، عكس ما كان يظن كثير من الناس، والله أن سمو الأمير متشدد في بعض. إحنا بينا أن مشاركتنا ورجوعنا واعتذارنا عن بعض الأخطاء. نعم. كذلك لوقعت أثناء الحراك كنا واضحين معه. أوكي. دكتور، إيش معنى من 2011
الى اعتقد شهر 9/2016 من 11/11/2011 الى 2016 القانون. ليش يشمل الفترة هذه؟ لان هذا الاشياء اللي وقعت فيها الاحداث انت لازم تحدد قانون، ما يصير يعني ما هو مطلق، لازم اي قانون يعني عفو لازم يكون بمحدد بمدة معينة، ما تقدر تخلي القانون مطلق على بدون تحديد، فبالتالي راح يصير في عوار دستوري يعني في الموضوع. فلا حددنا هذه الفترة، حددتوه من 2011 إلى 2016 لنتيجة الأحداث السياسية بشهور معينة. لا بمناسبة أن صارت هذه الأحداث، صارت هذه يعني الكويت في النهاية مرت في فترات في تاريخها، ليس اليوم ولا في بعد 86 ل 89 ولا في بعد كذلك 75، مرت في فترات، وكذلك في قضية مجلس كذلك يعني 65 67 عفوا. فلما تي أنت في أحداث معينة تمر فيها الكويت، وبعد ذلك يسعى أناس من أهل الكويت الخيرين يسعون لطي هذه الصفحة ويسعون، وكان الناس يعني وصلوا إلى من الدولة، وصلوا إلى يعني أحكام شديدة معنفة في السابق، وبعدين شفناهم وزراء وشفناهم يعني قريبين من هذا. ف يعني في النهاية لابد من سعي، لابد من وقفة. أنا أعتقد اليوم في ظل هذا يعني التجاوب، وفي ظل في تجاوب من القيادة السياسية، والله أنا ما أخفيك، ما أقول لك عن قانوننا، لكن أنا أقول لكن في هذه الجزئية أنا أقول لك عن طي صفحة الماضي. إحنا شفنا كلام مشجع جدا من سمو الأمير، أنا ما أستطيع أنسب شيء إلى الديوان يعني. أو إلى سمو الأمير لم يقل، لكن يبقى جلستنا مع رئيس مجلس الوزراء كانت مشجعة، جلستنا مع سمو الأمير لا شك قبل ذلك كانت مشجعة، جلستنا مع سمو ولي العهد كانت مشجعة، يعني في النهاية كانت روح التفاؤل. حتى سمو رئيس الوزراء عنده رؤية بهذا الشيء. أي نعم، الجميع يعني كانوا متفقين تقريبا مع اتجاه سمو الأمير. أوكي. قبل انت قلت دكتور ان يعني اقترحنا بالعفو الشامل يشمل سجناء المساس بالذات الأميرية، ومنهم النائب السابق مسلى البراك، فهذه من القضايا. انا ما قلت، بس هذا ما نسب لك في نسب لي، سألت قلت انا قلت جميع هذا بما فيهم راح يدخل اكيد مسلى البراك، يعني يشمله طبعا. يعني في النهايه انت لما تحط جرائم معينه تشمل كل من يعني تحت هذه الجرائم، وابو حمود في النهايه رجل يعني دولة، وكان يعني دور كبير في الإصلاح، وكان دور هذا. يبقى أن الرجل الآن في السجن، وأعتقد جزء كبير من طي صفحة الماضي هو خروج بس السؤال مسلم يعني مبارك مسلم يعني براك من باقي على فترة يعني قليلة. احنا ما نتكلم عن فترة، احنا ما نتكلم عن مسلم براك، احنا في قانوننا نتكلم عن أكثر من 500 قد تصل إلى 600 شخص في أثناء الحراك من 2011 إلى يومنا هذا. أنا أعتقد شوف المشرع لما وضع هذا القانون، قانون 75 في الدستور، كان يسعى إلى المصالحة العامة، كان يسعى إلى المصالحة الجماعية، إلى عودة اللحمة بين الحاكم والمحكوم. أعتقد اليوم لما يخرج من مجلس الأمة مثل هذا القانون، وبعد ذلك أنا قلت في اللقاء الصحفي بعد وأثناء الكلام هذا، ما يمكن أن يمر هذا القانون دون توافق مع القيادة السياسية ومع الحكومة. قبلها اللي علق على هذا الموضوع يعني هو كان النائب السابق عبد الحميد دشتي، وكتب لك تغريدة، كتب شكر الله سعيك الأخ النائب الدكتور عادل الدمخي مقترح بقانون مستحق. شو ترد على عبد الحميد؟ وهل يشمل عبد الحميد؟ أنا يبقى شوف عبد الحميد دشتي يعني رجل له يعني قضايا أخرى غير القانون. عبد الحميد دشتي أساء إلى دول الخليجية، وأساء إلى يعني جيراننا، وأساء هذا، وكانت عليه أحكام قضائية في هذه الإساءات. أنا ما قلت لك ما حددت أشخاص في قانوننا، لكن يشمل هذا ولا جرائم. لا العفو الجرائم إذا كانت منها ما يشملها أنا ما قصدته، لكن في أشياء ما يشملها مثل الإساءة إلى دول أخرى وكذا ما يشملها.
هذه ما تشمل عبد الحميد، بعضها ما بعض الجرائم ما راح تشمل عبد الحميد في هذا العفو. اكيد هو راح يطلع القانون بيشوف شنو اللي تشمله وشنو ما تشمله. انا قلت لك أوكي. قلت لي مسلم براك، قلت لي عبد الحميد دشتي. انا قاعد اقول لك تتعلق ب 600 مواطن، يعني تتعلق ب 600 عائله كويتيه. أوكي. انت قاعد تتكلم عن يعني قانون راح يعني يكون آصرة وركن من اركان الوحده الوطنيه. أوكي. وهذا الكلام انا قلته وتشجعت عليه بعد اللقاء مع السمو الامير. خل اقول لك القانون هذا لازم يمر بمجلس الامه ولازم يتم التصويت عليه. طرح في البدايات، بدايات دور العقاد الحالي، كان وقتها النائب احمد نبيل فضل صرح في هذا القانون، وقال لما طرحت قضيه العفو العام، قال يعني مع احترامي لكم لكن بمناسبه اللوثه الدماغيه التي اجتاحت البعض بالمطالبه بالعفو العام عن من خالف القوانين من باب المصالحه العامه، نبارك تلك الخطوه ونطالب كذلك بالعفو عن كل المحكومين بقضايا الراي من باب المصالحه العامه، كما نطالب العفو عن القتله والمغتصبين واللصوص وجميع انواع المجرمين من نفس الباب. لما لا، فالكل سواء بالتجريم، الا ان جرم هؤلاء كان يخصهم ويخص ضحاياهم، اما هؤلاء فجرمهم خص اميرا بل وطنا باكمله. شترد على احمد بالكلام؟ لا طبعا، شوف في النهايه ما يمكن القياس ما بين جرائم الراي وجرائم الشخصيه. ما يمكن قياس فيها. لا يمكن قياس. ثاني شيء بالنسبه لما يتعلق بسمو الامير والقياده السياسيه، احنا نريد يعني اعتقد اليوم الرساله رساله وحده. اليوم اعتقد لما يخرج من سمو الامير عفو، نعم. انا قلتها وقلتها في مجلس الامه وقلتها امام سمو الامير، ما في احد اوذي اكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني قتل اقرب الناس اليه، طرد من بلده، اعتدي عليه بكلمات عظيمه، هو سيد البشر، ما يقارن اي احد برسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لما تمكن من الناس قال اذهبوا فانتم الطلقاء. ليس معنى العفو او معنى السعي في الوحده ان احنا نتنازل عن الجرائم ونتنازل عن الاغتصاب لا لا، هنا نحن نريد وحدة، نريد وطن واحد، نريد يعني طي صفحة الماضي. يعني هذا حراك سياسي. نعم. وقع هذا الحراك في سنوات معينة مثل ما وقع سابقا لأعضاء يعني كانوا قدوة لأهل الكويت وكذا، ولا زالوا رموز وطنية من عبد اللطيف ثنيان الغانم ومن قبلها. بس كلام احمد، ما احترام احمد يوصفها احمد نبيل فضل يوصفها باللوثه الدماغيه، شو ترد عليه؟ ما انا في النهايه ما كل يتحمل كلامه، تدري فيني انا ما ارد على احد بشخصه. انا اتكلم عن يعني اليوم في قضيه تهم بلد، اتكلم عن قضيه احنا تكلمنا فيها مع القياده السياسيه. وانا اعتقد اليوم يعني لابد ان نكون مسؤولين عن مرحلة نريد فيها فعلا تقدم إلى الأمام. ما يمكن تتقدم إلى الأمام فلان مسجون وفلان ملاحق قضائيا وفلان مبعد وفلان مسحوبة جنسيته وفلان كذا، ما يعني اليوم احنا أمام يعني مستقبل نريد فيه فعلا لقاء الجميع. يبقى عاد التقدير في العفو والتقدير في يعني من يرد الى جنسيته الى صاحب السمو. قبل جناس شو راح يمر القانون في الاليات اللي يروح اللجنه؟ يروح اللجنه طبعا لابد، ياخذ وقت، تاخذ صفه استعجال، يرجع لي وبعدين يرجع لنا احنا اخوان النواب المقدمين هذا الاقتراح بعدين نوقع عليه ويرجع يروح اللجنه التشريعيه وستاخذ ياخذ مجرى. يعني احنا موقعين عليه 5 بصفه استعجال يعني. نعم اوكي. المجموعة اللي قابلته فيها أيضا سمو الأمير الله يحفظه، وكان في أيضا طرحت موضوع الجنسية، وقيلنا في هناك مش أو أنت خاصة في البداية الدكتور بداية هذا المجلس لما تحكيت قلت لابد أن احنا في البداية نتدرج ونذهب إلى القيادة السياسية، وفعلا هذا اللي أنت سويته، وبعض النواب أيضا ذهبوا إلى قانون في حتى يعالج القضية ككل. اللقاء مع القيادة السياسية كان هناك بوادر إيجابية على الجناسي ولا لا؟ بوادر إيجابية. أنا قاعد أقول لك يعني ما نقدر ننسب شيء لسمو الأمير، لكن كانت بوادر إيجابية. كان لقاء يعني كله تفاؤل، كله أمل. اللقاء كان يعني واضح في نصائح سمو الأمير لنا في التدرج وفي
التعامل بحكمة وكذا. وكان في يعني الموضوع يعني مو تريث يعني بقدر ما يكون ان الامر راجع اليه يعني في النهايه والامر بيده. فكان يعني في هذا اللقاء يعني شعر الجميع انه فعلا في وعود ان شاء الله بالخير. اوكي الان بالخير. السؤال الان يعني حتى الكلام اللي قيل في الاسبوع الماضي أنه لما اجتمع مجموعة من النواب مع سمو رئيس الوزراء الآن، هل صحيح أن الكلام أن بعض المبادرات تتعلق برد الجناسي ولكن ليس ب خلينا نقول وفقا للمادة اللي كانت موجودة لتأسيس أو وترجع في مادة أخرى؟ وهل صحيح أن قيل لكم يجب أن يتم الانتظار حتى يتم الانتهاء من القضايا اللي مرفوعة إلى أن يتم بعدها يتم النظر فيها إيه ولا لا بعد الفاصل؟ أعود لكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور، سألت قبل الفاصل عن يعني اجتمعتم أنتم أيضا في قيل الأسبوع الماضي مع سمو رئيس الوزراء قبل اجتماعكم مع القيادة السياسية، والكلام أن كان هناك وعود خير حسب ما نشر في أحد الصحف، ولكن الآلية شنو يعني الانتظار بعد ما يتم إصدار الأحكام تعود الجناسي بمواد غير مواد اللي كانت مثل الصفة الأصلية ترجع بالتجنيس، شو الآلية؟ طبعا ما حتكلم عن الآلية يعني في النهاية، لكن ما حد تكلم عن قضية مثلا ترجع بصورة ثانية غير يعني يتصور رجوع الجناسي رجوع كما كانت يعني، لكن ما حد تكلم الحقيقة في آلية الرجاع وكذا، هذه تبقى في النهاية رأي القيادة السياسية يعني في الموضوع، ما تكلمنا أبدا. نحن نسعى في جانب الخير، وفي المعلومة يعني احنا يمكن بعض الناس لامنا والله كمجموعة رايحين عند رئيس مجلس وزراء ولا مصطين رئيس مجلس الأمة. هذا خليني أقول لك أساس كل واضحين، طلع النائب وقتها شعيب المويزري كان يعني خرج بصورة خلينا نقول غاضبة وتكلم إنه كأنه قاعد يصورنا أنت ورحت طلبته من رئيس مجلس الأمة، وكأنه صار هو يقول بسمو الأمير مفتوح يعني ليش حاطين رئيس المجلس أعتقد بالنص، وكأن اللقاء لازم يتم من خلاله. لا صحيح الكلام ولا لا مو صحيح؟ شوف اولا يعني على شعيب المويزري انا اقول لا انا اتكلم عموما الان. على اول شيء قلت يعني وانا اذكر هذا، لا وصايه لاحد على احد ابدا، وكل له دور ويستطيع ان يقوم فيه. نحن قمنا بدورنا ك يعني اخوه، سعينا في موضوع ما بين حتى التقينا بأهالي أو الناس يعني اللي متضررين من هذا الموضوع. سعينا بين الأطراف أن يكون لنا دور، هذا الدور قد يقتضي لقائنا في رئيس مجلس الوزراء. نحن طلبنا اللقاء يعني مع رئيس الوزراء، أنتم طلبتوا اللقاء؟ احنا طبعا احنا طلبنا اللقاء معه وأن يكون له دور في هذا الموضوع. كذلك بس مخالف أسألك سؤال شوي يعني أساس أنا استوضح النقطة، طلبتوا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة أن يكون لهم دور، يعني خلنا نتكلم دكتور في المنطق، ما المجلس اللي سحبت الجناسي والحكومة الماضية كان فيه من رئيس مجلس الأمة موجود وغير موجود، شنو التحول هذا اللي صدر اليوم الحين اللي ما شاء الله هم عندهم يعني بوادر إيجابية أن الجناسي لازم ترجع؟ في النهاية هذا يوجه لهم شنو التحول؟ أنتوا شلون ما تشوفون شنو ما تحسون في استغراب يعني إن والله الناس متغيرة؟ احنا يعني دورنا، أنا أول ما نجحت في الانتخابات كلمت الأخ عبد الله الرومي يوم كان على الرئاسة، وقلت له أنا بصوت لك لكن شنو موقفك في سحب الجناسي؟ كان موقفه مو يعني أنت من الناس اللي صوتوا حق عبد الله الرومي؟ أنا أعلنت هذا أكثر. وقلت له بصوت لك بس شنو موقفك من الجناسي؟ وكان موقفه واضح أنه سيسعى في قضية الجناسي. وكلمت كذلك الأخ مرزوق القانم، قلت له أنا أختلف معك لكن ما هو موقفك إذا هذا، وكان نفس الشيء موقفه واضح في السعي في سحب قضية إرجاع الجناسي. استبشرت خير، قلت الحمد لله عز وجل.
سكوت في المرحلة السابقة أنا ما أدري، هتسأل في رئيس وزراء ورئيس مجلس أمة، لكن أنا دوري الآن كنائب وممثل للشعب، وكنت مطالب في هذا. أنا أسعى، أنا تركت المقاطعة إلى المشاركة، الآن أنا ألتقي بكل أطراف كما أريد، لا يستطيع أحد أن يضع حاجزا بيني وبين أحد أيا كان. وبعدين لأجل مصلحة كبرى قد الإنسان يتنازل عن أشياء كثيرة. بس كلام شعيب اللي قال أن على أساس اللقاء أن رئيس المجلس كان مو صحيح. شو؟ أنه قال لنا رأي أن اللقاء ما يتم إلا من خلال رئيس مجلس الأمة. لا لا، رئيس مجلس الأمة قال أنا قابل سمو الأمير يوم الأحد أطلب لكم مقابلة. قلنا لا تفضل، أطلب لكم مقابلة، جزاك الله خير. يعني إذا كان هو بيلتقي يوم الأحد بدل لا تروح وتتكلم هذا، احنا كنا نبي سعيب الخير. بس انا بوصلنا الصوره اللي اعطاها شعيب غير صحيحه، عشان كنا واضحين. انا ما سمعت يعني الصوره اللي اعطاها شعيب شلون، لكن انا قاعد اقول لك هذا اللي صار. يبقى ما بي يعني قلت لك انا ردا على شعيب ولا رد لا، عشان كنا واضحين اسالكم لكم انت عشان تصير الاليه واضحه. الصوره ابو ثامر قال الكلام اللي هو مقتنع فيه. انا اقول لك الكلام اللي صار، وانا قاعد اقول لك يعني احنا طريقتنا الان من منهجنا التواصل مع الجميع، لن نقطع يعني طريقا على احد يوصلنا لان شاء الله مصلحتنا وطريقنا اللي نبيه. لا يعني هذا ان سنتنازل عن والله محاسبتنا للمخطئ ايا كان، رئيس وزراء، رئيس مجلس امة، ايا كان اذا اخطا ولا في اشياء مستحقه. لا يعني هذا تنازلنا عنها. اكون بس اختم في هذا اللي طرحه شعيب، اللي هو قال ان قضيه تاجيل مد اجازه المجلس اللي هو مخالف الماده 71، كلام هذا صحيح؟ هذا يقتضي، انا بقول لك اياه بكل صراحه، كلامه يجب على مرزوق القانون رئيس مجلس الامه يرد عليه، لازم يبين هل هو مخالف لائحيا ولا غير مخالف. لازم انا راح اطلب هذا حتى لو في الجلسه القادمه. راح اطلب هل الكلام اذا كان كلام بثامر صحيح. هذا يعتبر خطا ما يجوز سكوت عليه، ما يجوز سكوت عليه. لكن أنا في ظني أن أعتقد هذا يمكن قرار من مكتب المجلس، في النهاية مكتب المجلس يحدد. يقدر مكتب المجلس؟ أتوقع يقدر، هو غير الجلسة الأولى. لا حين يقدر يمدد الجلسة. أتوقع الجلسة. أنا يمكن أنا حسب يعني خبرتي القليلة. لأن يعني الرئيس كان يسافر فجلسة الاستجواب بحاجة أن يكون هو موجود فيها، هذا اللي لا ما أعتقد بهالصورة هذه. بس يبقى في النهاية على مرزوق الغانم أن يرد على هذه النقطة، نتعلق فينا كلنا ما يجوز مجاوزة اللوائح في تحديد المواعيد أو أي أمر آخر نرفضه تماما. وإحنا إذا كان كلام شعيب مويزري صحيح سنقف معه ونأيده بقوة في قضية أن تم المخالفة في مد إجازة المجلس. طبعا إذا كان كلامه صحيح هو سنسمع الطرف الثاني ماذا يقول، يعني لابد. وقال اعتقد رئيس المجلس قال انا في الجلسه القادمه راح ارد على هذا. ما سمعت انا اول مره. اعتقد رئيس المجلس انا راح ارد عليه في الجلسه. لازم يبين، لكن لازم يعني تشوف ان قضيه تستوجب انه يكون فيها نوع من الاشاره لها انه صار في خلل ولا لا. اي نعم، لابد هذا يبين. ليش؟ يعني لابد يعني يبين اذا في خلل لائحي ينبه عليه عضو مجلس امه، لابد نقف معاه اذا كان في فعلا خلل لائحي. ما نسمح باي نوع من التجاوز عن لوائح إدارة الجلسات يعني. أوكي، هذا خلنا شوي نروح على أيضا في مسائلة سياسية. الاستجواب المقدم إلى وزير الإعلام، استعتقد أن الاستجواب في هذا الوقت، في وقت يعني البعض يطالب بإعطاء الحكومة مزيد من المهلة حتى يعني خلنا نقول تأخذ وضعها. بعض يقول مهلة 100 يوم أو 6 أشهر، ما غير دستورية، ولكن البعض يعني من باب مديد التعاون. تعتقد أن تم التعجل في الاستجواب؟ شوف وبصراحة دكتور. إيه لا بصراحة، شوف أولا أنا أرى من حق أي نائب الاستجواب، مثل ما قلت أنت غير دستوري أنك تقول له لا والله تعال أخر ولا أجل ولا أيا كان. الاستجواب حق لأي نائب. وأعتقد موضوع الرياضة أنا في رأيي هذا استجواب مستحق، لأنه قاعد يحرم الشباب الكويتي. الشباب الكويتي محروم من هذا. أنا ما أخفيك سعيت عند الأخوة المستجوبين، على الأقل عند وليد طبطباي. سعيت عند الأخوة المستجوبين؟ إيه، عند وليد طبطباي وعند الحميدي السبيعي، يعني هذول بالذات يعني كلمتهم عن إنه يكون الاستجواب ليس بالإعلام، خلوه في الرياضة حتى لا يقصد فيه شخص
الوزير. إذا صار الاستجواب كان في البداية في الرياضة، بعدين صار الإعلام. معنى أنت تبيه بس بالرياضة؟ أنا أرى أن الموضوع اللي إحنا مستجوبين عليه جايين عليه الرياضة. حتى قلت لهم إذا كان في الرياضة أنا معكم حتى في توقيع على طرح الثقة، يعني أنا أكون من الناس موقعين على طرح الثقة. أنت حتى الإعلام، فأنت معناته مو مهم على طرح الثقة؟ لا مو معنى هذا. إحنا الإعلام لازم نسمع شنو اللي قاعد يصير. الإعلام تدري أمر ما كان مثار سابقا، إحنا من بدينا كانت مسألة الرياضة. فسعيت أوكي. في موضوع هذا كان الإخوان لهم رأي مخالف وأن الإعلام يستحق. أنا أوكي. حتى لا يكون يعني قلت يعني نبهت أنه ما يكون شخصي يعني لشخص الوزير، إنما لموضوع موضوع الرياضة. الإخوان لا رأوا أنه حتى هذا موضوع أثير في الجرائد وأثير هذا وتعيينات معينة. كان قاعد تصور أنت بالحالة أنه مو الرياضة مستهدفة، الوزير هو المستهدف لما أضيف. هذا كان رأي للإخوان المستجوبين، هم كان رأيهم لا، كان رأيهم في أشياء مثارة وتستحق. رأيك أنت أن الوزير أصبح مستهدف بشخصه لأنه أضيف الإعلام، هذا رأيك؟ إذا أضيف الإعلام أضيف الإعلام بشخصه، هذا كان رأي لهم. قلت لهم يعني. قلت لهم إذا أضيف الإعلام فالوزير معناته مستهدف يعني بشخصه. إذا قلت لهم إذا هذا يعني يفهم عند الناس مو نيتهم ولا يكون رأي عندي مستقر. لا قلت له قد يفهم عند الناس إن هنا هذا قصدنا شخص الوزير ليس قضية الرياضة. سعيت في هذا الأمر. أنا عندي رأي على فكرة، بس خلي أقول قبل لا تقول رأيك، يعني حتى المجلس المبطل الأول كان لما يصير بعض الاستجوابات كان دائما في داخل كتلة الغالبية الماضية تسعى إلى التهدئة وإيجاد مخارج، يعني لا يزال هذا المسعى راح تستمر فيه كنهج. انا كان معك ناب ثاني، بس الناب ثاني اثر المقاطعه الى الان. ايه انا كنت اسعى، يعني كنا احنا في اغلبيه 2012 اغلبيه مشروع، وكنت اقول يعني كانت الاستجوابات ما تجي من تجي من الفريق الاخر يعني في المجلس، فكان يستجواب ورا استجواب. قلت يعني كان مقصود تاخير المجلس ورئيس الوزراء استجوب، وزير الداخلية، وزير الإعلام في ذاك الوقت، فكان استجواباتي من الآخر. فلما جاء استجواب وزير المالية أنا سعيت في البداية مع مثل ما قلت بعض الإخوان أنا يا جماعة أخروا الاستجواب خلينا نخلص، يعني كنا في خطر. كان يدور في استجواب وزير الأوقاف أتوقع وقتها بعد. كان استجواب وزير الشؤون في ذاك الوقت كذلك كان لي دور في تأخير الاستجواب. رأيك الآن في استجواب الرياضة؟ الآن استجواب وزير، أنا رأيي عندي رأي شخصي، أنا ما كنت أحاول أبدي قبل ما أنتهي من التصويت في استجواب وزير الإعلام بعد ما أسمع طبعاً أي استجواب. أوكي. ما يمكن أنك تقول رأيك إلا بعد ما تسمع الطرفين. أوكي. فبالنسبة لاستجواب وزير الإعلام قلت خلنا نسمع، بعد ذلك راح أحكم بعد المداولة بين الطرفين. أنا رأيي كشخص يعني عادل دمخي ولا أمثل أحدا في هذا الرأي. رأيك شخصي شنو؟ رأيي الشخصي أن نحن يجب أن نمر في هذه المرحلة بمحاولات إصلاح غير محاولة الاستجواب والتصادم من أول البداية. هذا رأيي الشخصي. رأيي تعيين الصالح في المكان المناسب هذا نوع من أنواع الإصلاح. إقصاء الفاسدين نوع من أنواع الإصلاح. إقصاء الفاسدين قصدي أحيانا مو الوزير، وكيل، وكيل الوزارة، وكيل مساعد، مدير الإدارة. يعني اليوم أنت مثل خلينا نقول قضية الحاويات. قضية الحاويات فيها 20 مشكلة غير مشكلة أمن بلد كله يتعلق في هذا الأمر. لما مثلا تسوي لجنة تحقيق وتتكلم عن كل الأخطاء وتقول هذا مخطئ وهذا مخطئ وهذا مخطئ، تقصي من يتحمل هذه الأخطاء. مثلا السؤال لقدور، تحديد الجلسات الخاصة لقدور، في جوانب التهديدات أحيانا تنفع أكثر من الاستجواب الفعلي. أوكي. تلويح فعال كان مثل ما تقول ذكر تفسيري. فعندك أنت أساليب كثيرة في التعامل. هذا كان رأي أنا أقول بصراحة، مثل رأي قابلني مرة الدكتور عبد الله النفيسي إنزين، ونفس الرأي قال لي، قال لي يعني بكل صراحة، قال إحنا في مجلس 86 اتجهنا إلى استجوابات وإطاحة بوزراء وكذا، وكانت في حرب عراقية إيرانية في الكويت، يقولوا احنا كنا مخطئين في ذاك الوقت. في رايه هو رايه الشخصي. قابلني يعني مثل الداعيه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق نفس الشيء،
قال لي يعني يا ابني خلكم من التصادم، طريق الإصلاح طويل ويجب أن وإحنا مرينا بتجربة يعني سابقة. أنا أعتقد اليوم نحن مطالبين بتشريعات مستحقة، مثل تشريع العفو الشامل، مثل تشريع إلقاء الصوت الواحد، مثل تشريعات إلغاء الزيادات الكهرباء والماء والوثيقة الاقتصادية والإصلاح فيها، تشريعات كثيرة نحن مطالبين فيها، وهذه راح تفرز تفرز النواب ها، لكن أمام تشريع مستحق كنا نطالب فيه في ذاك الوقت. فأنا أعتقد اليوم جانب التشريعي تفعيله، كان أنت قاعد تقول دكتورنا أنا مو مع الاستجواب هالوقت، أنا مو مع الاستجواب في هذا الوقت كرأي شخصي، لكن ليس معنى أني ما راح أقف مع هذا الاستجواب. يعني لا يفهم مني أني أنا ما راح أقف مع هذا الاستجواب، لا. أنا أعتقد في هذا الاستجواب أشياء مستحقة، لكن يبقى بعد في جانب آخر لم أسمع فيه وهو جانب الإعلام. إنزين، هل تعتقد أن في بداية المجلس كان هناك مجموعة الموسمية وقت 26 اللي لم تتفق على رأي واختلفت في أول اختبار وكان تصويت الرئاسة، هل هناك دعوات لإعادة مثلا خلينا نقول اجتماع ما بيناتكم مرة ثانية للتنسيق في هذا الاستجواب ولا لا؟ والله شوف، أنا رأيي الآن نحن في مجلس ويجب يعني يكون هناك يعني عمل جدي في تعاون. يعني الآن تضح يعني اتجاهات وتضح يعني اختلافات مثل ما قلت، وتضح يعني أن ناس مع طرف دون طرف. أنا والله مع دعوة الجميع وكل يقول رايه، وإذا كانت في دعوة ودية يعني لا نعود إلى الانقسام مرة أخرى. لكن هل هناك دعوات أن تجتمعوا مرة ثانية للتنسيق الاستجواب؟ والله أنا رأيي يعني خلي يكون يعني في النهاية كل يحكم وضع على ضوء مسؤوليته. يعني إذا كانت في دعوة مثلا، أنا أقول في اتجاهات يعني اليوم في المجلس تيارات موجودة، هذه التيارات تقدر تنسق. دكتور ما بينها. من كلامك أن أنت ستكون ممتنع في استجواب؟ لا لا لا، أنا في طرح الثقافة أنا واضح أمام الجميع وسيشهد الجميع موقفي، لكن أنا حتى أكون واضح يعني أمام الجميع أتحمل مسؤوليتي. شوف قبل كنا نخاف من توجه الناس، ها شو تقول الناس عنك، شو تقول، والله أنت ما تكون وفق قناعتك عشان والله يرضى الآخرون، أو أحيانا تقول شيء في السر ها ولا تستطيع أن تعلن فيه. أنا قاعد أقول لك رأيي. بعض النواب اليوم قاعد أشوفهم خاصة من كانوا من الأغلبية السابقة يرد يقول لك والله النهج اللي كنا فيه في السابق أن نمشي وراء خلينا نقول الناس وكل ما قالوا شيء إحنا نصبنا خلاص بدون نغيب آرائنا مرفوض بهالمرحلة الحالية. لا ما كان فيه تغيب آراء صراحة النهج السابق، أنا أختلف معك جدا، كنا واضحين. لكن أحيانا ما كنت تمشون وراء الشوق قاعد على أرض الناس وغيرها، أحيانا لنخرج أمام الناس متوافقين نخفي ما نقوله في السر. أوكي. حتى يعني بعض الانتقادات مثل ما يكون في تيار ولا حزب ولا كذا يختلف ما بينه، بس بالتالي يقول كل شيء أو ما يتفق عليه يقوله بعد التصويت. ما كان في أي نوع من التغييب، لكن الآن نحن نتحمل نتيجة مواقفنا. أنا قاعد أقول لك رأيي في الإصلاح، أنا أرجو هذه الاستراتيجية يسعى إليها الجميع، وأنا دعوت إخواني أن يلجؤون إلى هذه الاستراتيجية. السياسة يجب نلعبها سياسة صح، ويجب أن نتدرج فيها. كانت هذه نصيحة سمو الأمير أن يا جماعة تدرجوا في لقاء الغداء وهذا أمام الجميع، قال تدرجوا في السؤال. لذلك أنا مرة ثانية أكد، قلتها في المجلس وقلتها في اللقاء وأكد الآن لرئيس الوزراء، ترى الأسئلة اللي قاعد تتوجه إلى وزرائك إذا ما جاوبوا عليها أنت تتحمل نتيجتها. ترى سألنا أكثر من سؤال ولا زال الآن الردود لم تأتي، وهذا حكومة متأخرة في قضية الردود؟ ما أدري متأخرة، قد يصلها متأخر، لكن أنا أرجو التنبيه على الوزراء جميعا في الرد على الأسئلة. هناك أكثر من سؤال، أنا لا حد الآن لم يأتني أي جواب. أنا أحذر أقول يعني موضوع الأسئلة هو نوع من اللي أوصى فيه سمو الأمير رئيس الوزراء أمامنا، وقال له
يوجهوا الاسئله ويجب على الوزراء ان يجيبوا على اسئلتكم ويدرجوا في المسائل. ولكن دكتور اساس اكون واضح، الان استجواب وزير الاعلام قدم لكنه لم يناقش الى الان، ما عرفنا شنو نتائجه. طلع النائب محمد بارك المطير وكان يهدد ايضا في استجواب رئيس الوزراء بعد شهر اثنين اعتقد شهر ثلاثه، وايضا دخل عليه الدكتور وليد طبطبينه يؤيد الاستجواب خاصه فيما يتعلق بالزيادات، الغاء زيادات الاسعار البنزين وغيرها. سؤال، هل تعتقد ان المجلس اليوم يريد ان يمارس حقه الرقابي ولكن بافراط ويعيش خلينا نقول يعني هاجس ان كان كان كما يقال بان المجلس الماضي فرط في الجانب الرقابي، اليوم المجلس يبي خلينا نقول يفرط فيما هذاك فرط، هذا يمارسه بافراط؟ لا شك، شوف اول شيء المجلس السابق كان له دور في تفريط في الجانب الرقابي. المجلس اليوم في، انا قلت لما رجعت قلت انا لن ارجع بنفس انتقامي، واعتقد كثير من الاخوه قالوا مثل هذا الكلام، وقلت اني سارجع بنفس القوه مع الحكمه. اوكي، ها كل له خطه، انا لا تقول لي والله فلان فلان هذا طريقتهم، هو لا طريقته في اتجاهه، في اتجاه هو يتحمل هذا الاتجاه. لكن ما يحرجكم انتم بهالحاله؟ انت كانك ملزم انك توقف. انا اعتقد بعد هذا الاستجواب انا قلت رايي الان اني انا ضد الاستجوابات في هذه المرحله. حتى اذن ياك استجواب قضيه. والله انا اشوف انا ضد استجوابات، انا راح اقول بعد استجواب وزير الاعلام ساكون واضح جلي. وبعد استجواب وزير الإعلام سأكون واضح أني أنا ضد الاستجوابات في هذه الفترة. لا أي أحد يقول لي والله بيحرجني، والله رئيس الوزراء عمل كذا ورئيس الوزراء عمل كذا ولا فلان وزير عمل كذا. يبقى في النهاية رأيي بعد كل استجواب أحتفظ فيه، أنا هذا رأيي الشخصي. أما والله بيحرجني، ما حد راح يحرج أحد. إحنا بنكون واضحين أمام الجميع، بنقول طريقتنا في التعامل. انا اعتقد اهل يعني شو خليني اقول لك، مثلا لما صار مثلا يعني كان اللي بوصل لك انه نوع من خلينا نقول الزخم وكثره الاستجوابات والاندفاع فيها، كان النائب السابق مبارك الدوله لما اعلن وليد طبطباين انضمامه الى مساله المطير في مساله رئيس الوزراء كتب في اكاونته بتويتر واحد يسوي معروف ابو مساعدي يدلي على محل سعد بريكل سفايف. والله انا اشوف اول يعني شيء اول ايه شيء شو قلت مبارك دويلة النهج اللي قاعد يقوله تتفق وياه؟ انا ضد هالاسلوب مع الاعضاء اول شيء، ضد مبارك دويلة في توجيه كلامه. لا لا اي يعني اسلوب انه يعني يمكن هذا بيني وبينك اقدر اقول هالكلام هذا، لكن لا يكون امام الناس. يعني وليد صدره وسيع يعني استقبل هذا وقال احط الترا وادوس على الفساد، احط بنزين الترا وادوس على الفساد. يعني استقبلها كذلك بطريقه رحبه. لكن يبقى انا قلت لك لا نحكر، شوف كل احنا ما احنا قاعدين في حزب احزاب، مو مجلس احزاب، احنا مجلس فردي. خمس دوائر يطلع منها 10 اشخاص، واحد يمين واحد شمال. أوكي. العمل السياسي في الكويت لا يعتمد على يعني عمل حزبي، عمل جماعات سياسية، عمل كذا، فكل واحد له طريقته. أنا اليوم قدامك أقول أنا هذا منهجي، وأدعو الآخرين إلى مثل هذا النهج، أن نستخدم وسائلنا ونستخدم يعني. أوكي. إحنا جينا، شوف لما جينا ندري، شوف من 62 وإحنا قاعدين نمشي في طريق زين، حكومة زورت، حكومة لعبت، حكومة حاولت تحط مجلس وطني، ها ما عندها إيمان بالدستور. إحنا في هذه الحدود في دستور 62. أوكي، بس خلينا نبي تطلع عن هذه الحدود المقاطعين. بس دكتور، شوف المقاطعين سجموا مع أنفسهم. أوكي. مثلاً، وقالوا إحنا برا اللعبة مثلاً، ها لن نشارك هذا الطريق. أوكي. إحنا أنا واحد من الناس أعتقد في ضوء مشاركتنا انا جاي دكتور شريعي زين دعايه. اوكي بس معلش بس خلنا نقول هل بس. الامر معروف ونهي عن المنكر له حدوده زين، اصلح قدر الامكان وارد الفساد قدر الامكان، احيانا اضحي بشيء من اجل شيء. اي بس دكتور خلت تقدير مصالح وتقدير مفاسد يعني اخذ وجهه نظرهم دكتور. هم انتم جيتوا في المجلس هذا وعود للمواطنين
في قضية زيادات البنزين وفي قضايا المتعلقة بالجانب الاقتصادي. والآن الحكومة مثلا تتذرى أن والله تعالوا خلونا نخفض سعر البنزين، قالوا لكم هذا مو دستوري. ما تعتقد أن الحكومة كانت قاعدة تضع النواب اللي من ضمنهم اللي يعلنوا استجواب اليوم في زاوية أن ما لكم حل غير الاستجواب؟ ما تشوف هذا الحل هو الأمثل ولا لا؟ جاوبني عليه لكن بعد الفاصل. أعود لكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور، كنت أكلمك قبل الفاصل، الآن في بعض القضايا اللي أنتم وعدتوا الناس فيها، زيادة البنزين، الكهرباء، الوضع الاقتصادي، إذا ما كان هناك تعاون مثلا اليوم في قضية زيادة البنزين وقالنا الأمر هذا غير دستوري، إذا أنتم بتحطون قانون بإعادتها كما كانت في السابق، أعتقد قدم رياض العدساني، ما تشوف أن النواب اليوم هم أمام يعني خلينا نقول مفترق طرق، إما الاستجواب أو أن يبتعد عن أولويات اللي وعد فيها الناس وأنت من ضمنهم؟ أي أنا مع رياض في تقديم القانون هذا، وهذا يمكن يستجب عليه المطير. ليش ما تصير مع الاستجواب يعني؟ يعني إحنا في النهاية في قانون أقر، زين، في أشياء تنفيذية قامت فيها مثل الوثيقة الاقتصادية وغيرها. أوكي. إحنا طالبنا تخصيص جلسة للوثيقة الاقتصادية، وهذه راح تكون المفروض في هالجلسة، لكن جل استجواب، ويعني يمكن تكون يوم الأربعاء تدخل في برنامج المجلس. أعتقد اليوم يمكن أكثر قوانين قدمت هي في الكهرباء والماء وفي البنزين وفي القضايا الاقتصادية. لكن ما الحكومة متجاوبة ولا لا؟ هني السؤال. إحنا عاد شوف، إحنا دهورنا مو الحكومة متجاوبة، بتجاوب إحنا معاها. ما تبي تتجاوب، احنا بنقوم بدورنا بس على في محاسبتها. الاستجواب اللي هذه اشياء هذا اللي يفرز الناس. اي بس الاستجواب اشياء اللي تهم الناس، وهذا لما تكون غير متجاوبه ويكون في مشروع قانون هني، احنا هني يفرز الناس. أي يفرز بس الناس استجواب يفرز. استجواب اللي سيقدم او اعلن عنه من المطير ودخل ويا دكتور وليد طبطبائي على الخط، مو معناته ان الحكومه مو متجاوبه في هذه القضايا؟ بعد احنا ما ندري احنا الراي وين، يعني ما اقدر انا احكم عليه متجاوبه ولا غير متجاوبه. بعد الى احنا واضحه، اي واضح، الحكومه في النهايه يجب يعني يكون مع عملنا معها دستوري. تعالوا هذا الان احنا مطالبنا، هذه قوانيننا بنطرحها في هذا كل، يعني ما اعتقد الان يعني حسب هذه الفتره القصيره ترى من عمر المجلس، يعني احنا يمكن هذه الجلسه الثالثه الان. الفتره القصيره من عمر المجلس طرحت كل القوانين. يعني في ناس يقول لك يعني والله الحين حلوا بيحلون المجلس ولا بيبطلون المجلس وانت ما سويتوا شيء. احنا شو نسوي يعني؟ عليك انت تقدم قوانين، تحدد جلسات، تتكلم في الموضوع بكل قوه. اليوم الموضوع انتقل من التشريعية للجنة المالية، جابوا ممثل شو اسمه كذلك رئيس الوزراء أو الوزير المختص بشؤون مجلس الوزراء. اليوم في تحرك حقيقي في مواجهة التضخم القادم اللي ما تعي الحكومة بسبب هذا. ثاني شيء محاسبة الحكومة على أخطائها والهدر في مصاريفها والهدر في نواحي أخرى. أوكي. غير موضوع أنك تحمل المواطن هذا، فما لا شك مثل ما يقولون الكويتين الشق عود. في النهاية أنت جاي تعالج مسائل كثيرة، إحنا مركزين على الأمور اللي نادينا وكلها ملفات قديمة للأسف. أوكي. اللي قلت حق واحد من الأعضاء، ما تلاحظ أن إحنا كلها ملفاتنا قديمة ما في شيء جديد بنقدمه؟ قال البيت مكسر، شو تسوي؟ لازم شلون انت بتسكن البيت والبيت مكسر؟ لازم ترد. أوكي. تبني مره ثانيه. اوكي دكتور، انت بصفتك رئيس لجنه حقوق الانسان في البرلمان، وانت كنت قبل رئيس لجنه مقاومه حقوق الانسان، فناشط في هذا المجال قبل ما تكون نائب. صار في كلام على التركيبه السكانيه والجلسه لها، انت صرحت عده تصريحات، يعني قلت يعني يجب ان لا تشوه سمعه بلد الانسانيه بتصريحات تسيء لها ولا تمثل جميع اطياف المجتمع. بعض النواب تحكى فيه، واعتقد ايضا نائب صفا الهاشم عبد العزيز مساء عليه بالخير تكلمت وكانت نوعا ما عنيفه في هذا الاتجاه. رديت انت تكلمت يعني يجب ان نضع اصابعنا على المشكله ولا نخسر ولا اتمنى يعيشون معنا، علينا معالجه مشكله التركيبه السكانيه بصوره صحيحه ومن غير عنصريه.
وتكلمت ان تقابلت اعتقد منظمه الهجره اعتقد الدوليه وكان لهم انتقادات على مثل هذا الكلام. رايك في هذه الجلسه؟ انا رايي الجلسه استعجلوا فيها النواب. لا طلب الجلسه الخاصه من حق كل نائب. يمكن أوكي. احنا مرات ننبه يعني حتى الناس تطق بريكات يعني في بعض التوجهات تصاريح كذا، ننبه اخواننا. انا ما قصدت يعني احد بذاته أوكي. انا كنت اتكلم عن حتى الكلام من بعض المسؤولين يعني الحكوميين وكذا، حتى الكلام كنت على مستشفى جابر للكويتيين فقط. انا قلت مستشفى جابر، انا واحد امثل مثلا من دائرتي أوكي. منطقه بيان ومشرف وغرب مشرف أوكي. زين مبارك عبد الله، في نهايه هذيل راح ينظلمون لما دائما المستشفيات. انت حتى دكتور رفضت مستشفياتنا تتوزع توزيع جغرافي. اوكي بس انت رفضت دكتور ان يتم حتى القضيه فرض الرسوم اللي يصير فيها اختلاف عن المواطن، انت رافضها. لا انا رافض القوانين اللي تكون يعني والله على ناس دون ناس يعني القانون ما يقبل التجزئه. لما البعض يقول لك النواب يقول لك لازم يميز المواطن. لا لما يصير قانون عام يعني مثل تقول ضريبه شارع انت ما توقف الناس، والله هذا كويتي امشي، هذا غير كويتي لا تعال ادفع. يعني مثلا هذا سايق شنو والله كويتي ولا غير كويتي؟ ما في قانون بالعالم يمشي ضريبه على ناس دون ناس. ففي قوانين ما يمكن تفهم منها الا يعني والله لا هذه يفهم منها عنصريه، هذه يفهم منها غير عنصريه. انا اقول يعني في اثناء معالجتنا لاي مشكله لا نتكلم عن نتكلم عن الوافد اخذ كذا، هذا الوافد جاي ضمن طريق قانوني، من المسؤول عن ادخال هذا العدد من الوافدين تركيبة سكانية خطرة؟ أنا لما قلت لي عن جلسة التركيبة السكانية اللي طلبها الأخ عبد الكريم كندري وقع مجموعة من النواب، يبقى في النهاية أي تركيبة سكانية إذا يعني كانت يعني فيها عدم مساواة أو فيها خطر على الواقع الجغرافي لا شك يجب أن تعالج. التركيبة السكانية في سنة 82-83 كانت محور حديثنا في الجامعة. مشكلة وين؟ مشكلة في أن المسؤولين في الدولة عندهم هذه المشكلة مو مهمة بأي صورة كانت. للأسف في أطراف أقوى من الدولة أحيانا يعني ما تستطيع تحاربها، مثل تجار الإقامة وتجار البشر. خلنا نضع أصابعنا على وين المشكله. سياسات خاطئه يعني انا اضرب لك مثال. بس خلني اقول لك مثال. انت الحين قاعد تروح تعلن خارج الكويت عن هذا، ليش تعلن خارج الكويت وما تعلن داخل الكويت قبل؟ اي اعلان خارج الكويت لاي وظيفه يجب اولا الاعلان داخل الكويت. الحين يقول لك اذا بتبي عامل تاخذه من داخل الكويت، ها ليش هم الوزارات اذا عامل ياخذه من خارج الكويت اخذ من داخل الكويت؟ يمكن يجيك كويتي. ليش ما في يعني انا اضرب لك مثال أوكي. معين في النظم الاليه، هيئه معلومات المدنيه، وزاره الداخليه، وزاره الدفاع، نظم تمس امن الدوله زين، ليش ما تهيئ شباب بدورات خاصه تاخذهم كويتيين زين وتهيئهم وتعطيهم بدلات معاش معين يعني هذا السؤال يعني توقع غايب عن المسؤولين في الدولة ليش؟ هني وين المشكلة؟ ما يبون الكويتي يعني؟ المشكلة مو ما يبون الكويتي، أنا ما أعتقد هو محاربة الكويتي قدر ما يكون هناك أحيانا فرض سياسات معينة من الخارج، أحيانا تأخذ من هالبلد أحيانا يكون في يعني للأسف تنفيع معين يعني اخذ ما ابي اسمي الوزاره، لكن في وزاره من الوزارات ها جايبين شركه توظيف تطلع موظفين يشتغلون بالوزاره اوكي تطلعهم ها. انا بوجه سؤال في هذا، تطلعهم وبعدين تجيبهم نفس الموظف هذا تجيبه مستشار يشتغل مثلا ب 600 دينار تجيبه ب 1700 و 1800 دينار، شنو ليش يعني؟
والمستشارين ليش حكر على غير الكويتيين؟ يعني الكويتيين ما يسوي مستشارين؟ يعني هذا اللي أفنى عمره وسوى. يعني في النهاية بس خلي أقول لك في النهاية في أسباب التركيبة السكانية الجلسة تعالج هذه الأسباب. أنا قبلها أقول لك صار مثلا في المجلس الماضي وفي طرحة قضية الخلل التركيبة السكانية. يقول لك أنت مشكلتك يا قاعد تعطي دعومات، الدعم اللي أنت قاعد تعطي في مختلف الأقسام، المواطن يأخذ ربعها بينما ثلاث أرباعها يذهب إلى غير الكويتي. وقال مثلا أتوقع كان وقت نائب جمال العمر قال عطوا دعم مباشر، تكلم نائب خليل عبد الله، تكلم رئيس المجلس الحالي مرزوق غانا أعتقد نزل على منصة وقال مو معقول، يعني بهالمعنى أنه يجب أن لا تبقى الكويت هي أرخص دولة بالنسبة للوافدين، مو بالضرورة هذا، إحنا عندنا وضع اقتصادي، وكلام أيضا قد يكون سليم. يعني ما تشوف أنه يجب يعني مراعاة اللي يطلب الحين أن يكون هناك آلية جديدة في قضية الدعوم والرسوم؟ ما تشوف أنه أصبح الأمر منطقي أكثر؟ يبقى يشوف السياسات مثل ما قلت لك، السياسات الإصلاحية في موضوع التركيبة السكانية متشعب. زين، وأنا أعتقد اليوم إحنا الكويت ترى يعني مثلا وصلت 30%. أوكي. ترى إحنا مبتغى الكويت أنه ما تكون 30%، تكون 40%. أوكي. يعني هذا ترى كان في السابق كانوا 28%، يبونها 34% تركيبة سكانية خلال 5 سنوات، هذا كان 85. حدثني فيها أخونا عبد الله الرومي في جلسة ميزانيات، كان هذا مبتغاهم. في النهاية أنت تبي يعني فعلا الكويتي على الأقل في الوظيفة العامة يكون يعني ما يستثنى فيها إلا في أضيق الحدود إذا لم يوجد كويتي. إنزين، في الوظائف العامة، في الوظائف الحكومية، لكن في الدعومات البنزين الكهرباء الماء يجب، ما تشوف أن البعض يميز هذا الأمر صحيح ولا لا؟ دعومات شنو؟ دعومات الكهرباء والماء، الماء الكهرباء المواد الغذائية اللي قاعد توصل، ما تفرقة بين، يقول لك البعض ذهب نفرق ما بين المواطن وبين الوافد، أمر هذا صحيح ولا خطأ؟ ما تقدر أنت، ما تقدر أصلاً تسوي هالشيء هذا. ليش يعني ما تقدر يعني تعطي دعم مباشر للمواطن؟ إيه يعني ممكن أنت تعطي دعم مباشر للمواطن، أنا قلت هذا مثل في العناية الصحية. أوكي. عط المواطن تأمين كل كويتي وخل كل الخدمات الصحية بفلوس. أنت الكويتي يتعالج مجاناً، أي كويتي، كويتي هذا يتعالج مجاناً، بعدين خل كل الخدمات تكون مقابل مال. زين، هذا يصير ترى في أوروبا وفي أمريكا وفي كذا، كل الخدمات الصحية بفلوس، بس يجون هذيل عندهم تأمين صحي مواطنين، فهو من يستحق التأمين الصحي. ما نقول يعني بس إني بالحالة ميزت، ما تشوف أن هذا الخطاب أنت قاعد تصفه؟ لا لا، نحن ما نتكلم عن تمييز، إحنا نتكلم هنا عن كرامات الناس. لا تتكلم والله الوافدين ماخذين كذا، الوافدين ماخذين كذا، هو سياسات ما له شغل الوافد هذا. أنت لا تمس كرامات الناس. في فرق بين أنت تعالج أسباب وتحط حلول وبين أنك تقول الظاهرة هذه والله الوافدين كذا الوافدين كذا. مو أنت مدرسك وافد وأحيانا تروح الطبيب وافد تروح كذا، هو ما يبي يشعر هذا الوافد أنه فعلا هو جاي يأخذ مكانك، هو جاي يترزق الله مثل ما يا وبطريقة شرعية، وهذا ما يحتلنا هو خذ مكاننا ولا دخل علينا بطريقة غير مباشرة. أوكي. هناك سياسات خاطئة، نحن نعالج هذه السياسات، لكن كرامات الناس لا ديننا جلسة فيها جلسة شرعة ولا هويتنا تسمح فيها ولا أخلاقنا. إحنا كنا نفتخر إحنا نعيش الناس وعوائل يعني بالملايين تعيش من وراء الكويت. إنزين، إحنا كنا نفتخر بهذا. أوكي. وما نستغني في النهاية كدول خليجية، ترى الكويت 30%، في دول خليجية مثل الإمارات وقطر 11% المواطنين. زين، ففي النهاية لكن هناك أحياناً الخدمات متطورة ما يشعرون في هذا التكدس اللي يصير. أوكي. أحياناً سياسة صح ما تشعر في هذه الأخطاء، لكن في أخطاء، في أخطاء أكيد أكيد. أنا مع الجلسة التركيبة السكانية لمعالجة الأخطاء وليس للطعن في إخواننا وفي هذا حسب يعني ما تأمر يومنا في ديننا وطننا. أوكي. أنت أيضا كرئيس لجنة حقوق الإنسان قمتم بزيارة إلى السجن المركزي، وقبل يعني أقول لك السؤال، كيف بداية وجدت الوضع؟ هل هناك فعلا انتهاكات لحقوق الإنسان هناك ولا لا؟ في لا شك. شوف السجون عموما يعني
تطورت في الكويت. يعني أنا أذكر لما زرنا السجون في 2011 ما كانت مثل الوضع الحالي، لكن يبقى في أخطاء وفي كذا، وإحنا طالبين في الجلسة القادمة بإذن الله عز وجل لجنة تحقيق من قبل لجنة حقوق الإنسان على الأخطاء الواردة. لاحظ شنو أنتم بالمجلس الجلسة القادمة راح تطلبون لجنة تعطون لجنة تحقيق. لجنة تحقيق في شنو؟ في الأوضاع اللي داخل، في شكاوى للسجناء، في أخطاء شفناها. أنا بيك تكلمني على شنو الوضع الإنساني هناك وشنو الأخطاء اللي قاعد تشوفونها اللي تطل أنتوا على أساسها تبون تطلبون لجنة تحقيق، بس بعد الفاصل. أعود لكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور سألتك أن أنتم راح تطلبون لجنة يعني تفخذون تفويض من المجلس أن تحققون في موضوع في لجنة حقوق الإنسان في انتهاكات سمعتوا عنها، شنو الانتهاكات اللي قاعدة؟ والله شوف، في دعاوى يعني موجودة للسجناء وكتبوها بخط يدهم سلمونا، يعني تتكلم مثلا قضية المخدرات وجودها داخل السجن، انتشارها قد يصيب بعض الناس اللي ما لها علاقة، فمثل هذه قضية تحتاج تحقيق الحقيقة. وكيف يعني يكون مثل هذا؟ أحيانا بعض العنابر ما تصلح لوجود الآدمي، ليش هذه العنابر موجودة؟ أحيانا حقوق للسجين نفسه ما يتمتع فيها، ليش ما يتمتع في هذا؟ حقوقه مثل في الخروج اليومي، في هذا ما تقع له، فتحتاج إلى التحقق من دعاوى السجنة في هذا الجانب. يبقى هناك دعوة تحتاج إلى تحقيق. هل هناك مثلاً بعض مثلاً أحداث عنف تصير شيء من قبل؟ أحياناً في دعوة في أحداث عنف، أحياناً أحداث عنف قبل لا يصلون إلى السجن. شلون؟ يعني يضرب وكذا قبل لا يصل إلى السجن أو في حال انتقاله مثلاً. التحقيق قصدك يعني؟ أي في التحقيق في هذا، فكل هذا يحتاج إلى تحقيق في موضوعه. يعني هل فعلا، خاصة الآن في وزير الجديد، الوزير يسمع ومستعد يسمع حسب علمي أنه لأي نوع من التحقيق في هذه الموضوعات. فإذا كان في استعداد وفي مجال للإصلاح، أنا رأيي لجان التحقيق فيها مجال إصلاح كبير جدا، ليس لصالح السجناء الحاليين فقط، يعني لصالح إدارة السجن. ترى مهما كان أحياناً حتى المسؤول يحتاج إلى التفاتة، يعني لابد من تنبيه على والله في قضية كذا في قضية كذا. فلا شك تحقيق اليوم يعني مستحق، خاصة بعض الدعاوى كثيرة، يعني في أمور كثيرة الإبعاد، في أمور كثيرة فوضنا لجنة حقوق الإنسان في اللقاء بس مع وزير الداخلية في بعض القضايا، يعني في سجن الإبعاد ممكن تحل في جلسة مع النائب العام، ممكن تحل. بس انت قلت في الضرب مثلا، شنو الضرب على اي اساس يصير؟ احيانا يعني صار دعوة من احد السجناء انه تعرض للضرب، احيانا يقول لك بعض يعني الزنازين تتعرض للتفتيش من غير يعني مثلا اهل السجن، فهذه تبقى دعوة لابد نتأكد منها. يعني دعوة ما تبقى يعني بينا حتى يتأكد منها ويحاسب المسؤول عنها. أوكي. في المفروض كان قانون قر في الماضي ومجلس حقوق الإنسان، ليش ما تم تفعيله؟ هذه مشكلة كبيرة الحقيقة، هذا دليل على تقاعس يعني من الحكومة. الحكومة من كثر المسائل اللي عندها واللخبطة، ها ملخبطة هي أصلاً، لحكومتنا أصلاً ملخبطة ما تعرف كوح مبوح. لكن يبقى المسائل هذه، يعني الدول الوطنية تسأل عنه وينه ما حد يدري وين وصل. احنا استدعينا الآن وزير الدولة شو مجلس الوزراء عشان نسأل عن الدول الوطنية، لماذا لم يفعل؟ صار أكثر من سنة اللائحة التنفيذية، لماذا لم تقر؟ لماذا لم يعين أشخاص في هذا الموضوع؟ نحتاج اليوم هذا، احنا جلستنا القادمة
في حقوق الإنسان عشان هذا الموضوع، هذا من أهدافنا. بس بقى البعض تفعيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان في بعض القوانين، هذا من المجلس الماضي كان يثار أن تقر قوانين لكن لا تصدر لوائح تنفيذية. هذا هذا هذه خطورة. وجود هذا صحيح ولا كلام؟ لا هذا من زمان ترى، متوى ترى لعبة الحكومة في تأخير القوانين لوائح تنفيذية، يجب أن نكون واضحين. ليش؟ شوف أضرب لك مثال، البصمة، عندها مهلة زمنية، البصمة الوراثية رغم سوءها لكن حددوها بقانون أن خلال 3 أشهر تصدر اللائحة التنفيذية، لأنه يبونه كقانون، لكن إذا ما يبونه ما يحطون موعد حق اللائحة التنفيذية. لذلك أي قانون أنا رأيي يصدر أو يطالب فيه النواب أرجو منهم يضعون فيه وقت للائحة التنفيذية. وإن كان وسأدرس هذا الموضوع مع بعض الأخوة، يمكن بعض الأخوة سمعت إنه على وشك تقديمه وقدمه، إن اللوائح التنفيذية يجب يكون لها وقت معين من 3 شهور، بعد ذلك استثناء من 6 شهور، بعد ذلك يعني يجب أن يكون مساءلة للوزير المختص في عدم تنفيذه لهذا، وهنا يستحق المساءلة. وزير المختص ولا مجلس الوزراء؟ وزير مختص في القانون، يعني هو يعين من هم تحته في هذا، وإذا كان شو مجلس وزراء يكون الوزير المختص بشو مجلس وزراء. أوكي تقدم. حسب الهيئة التابعة وحسب القانون. أوكي يتو على اقتراح الصوتين. إيه. ليش الصوتين اليوم؟ هل تشوفون الصوتين هو الحل؟ والله شوف مو هو الحل بصراحة، أقول لك إياها. ما هو الحل؟ احنا يعني اقترحنا من باب تقريب وجهات النظر، ها على الاقل يصدر قانون، هذا كان راي موجود انه يصدر قانون من مجلس الأمة، يعني كان الهدف هو تعديل ان اي قانون يتعلق بالنظام الانتخابي كانه قاعد توجدون حل على اساس اللي قاطع يشوف مخرج انه والله هذا صدر المجلس عشان كذي نرجع. لا كثير من المقاطعين مو معنا في 5 باثنين، ويمكن ما اخفي سر يعني كبارهم ها من حدثني مو معنا في 5 باثنين. لا شك حتى المقاطع يبقى هدفه، وانا يمكن هذا قلته في برنامج الانتخابي، القاء نظام الصوت الواحد، أو يمكن هذا قلته في حتى جلسة مجلس الأمة، أن لازلت أنا أرى أن هذا خطأ. عندما قيل لي أنت شاركت وكيف شاركت وكذا قلت خطأ، لكن أنا لست لا أرى أن المشاركة في مجلس الأمة من حيث المبدأ خطأ، لكن هذا النظام الانتخابي رغم ما صدر فيه من حكم المحكمة الدستورية وكذا، لكن رأيي أنا الشخصي أنه هو افتئات على إرادة الأمة، هذا يبقى لي رأي شخصي إنزين أنا مقتنع فيه. أوكي. لكن هذا الرأي ما يعني أني والله أرى الرأي وخلاص أضع حاجز بيني وبين المشاركة من أجل التغيير. احنا جينا من أجل التغيير، كان من الأهداف التغيير 5 باثنين، وقلنا هذا تغيير أي قانون في توافق عليه من الحكومة ولا، خاصة أنا وزير العدل مرة على أن لا الحكومة تمسكها بالصوت الواحد. احنا علينا نقوم، أنا يمكن أقدم حتى إلغاء نظام الصوت الواحد والرجوع إلى ما حصنت المحكمة الدستورية، وهو نظام 5-4 حسب ما وعدت فيه الناس. بس ما راح الحكومة ما راح تقبل. أنا علي أنفذ ما في إقبال ما أؤمن فيه كمبدأ. لكن الصوتين هل في توافق عليه؟ أقدمه. ها؟ في توافق عليه صوتين؟ ما جسينا النبض. يعني ما جسينا النبض بين يعني الحكومة والمجلس. أوكي. لكن يبقى هذا اجتهاد من أعضاء مجلس الأمة. أوكي. قد يجد له صدى وقد لا يجد له صدى. التقرير خلينا نقول منظمة الشفافية الدولية، الكويت تراجعت إلى المرتبة 75 عالميا و7 عربيا في مؤشر مدركات الفساد العالمي عام 2016. شنو يحيي لك هذا الرقم؟ شوف في أسباب. أولا أنا أعتقد اليوم يعني مدركات الفساد هذه ودرجات الفساد يجب أن تنتبه لها الدولة. شوف دولتنا للأسف، أنا عانيت هذا في حقوق الإنسان، لمن يجي تقرير سيء عنها مو تروح تبي تعدل وضعها، تروح تحارب من أصدر التقرير ومن مثل من المنظمات المدنية
موافق في هذا التقرير. شوف جمعية الشفافية حوربت رغم أنا كنت أختلف في بعض المواقف معها كمعارضة سابقا، خاصة موقفها لما قالت في مجلس 2012 وأصدرت 40% مستوى المشاركة، وهذا هذا كان مأخذ كبير عليها صراحة في ذاك الوقت. تم حلها وردوا مرة ثانية وقالوا حاربوها وزارة الشؤون حاربت هذا، وللأسف هذا من أسباب ترى رجوع الكويت في مدركات الفساد، أن حاربت جمعية شفافية وحلت جمعيتنا إحنا كذلك في جمعية مقامات حقوق الإنسان، وحاولت تحاربنا من حيث ما رجعكم أنتم؟ لا ما رجعنا، حلت مجلس الإدارة وبعدين اتفقوا الإخوان بينهم ومع الفريق المنافس ماذا رجعهم، لكن كان في حرب حقيقية من أجل إسكات هذا الصوت. ما يصير، شوف الجمعيات المدنية هي الممثل الحقيقي عن الدولة، هي الصوت الرئيسي. والله شوف، شفت جمعيات فرنسية وأوروبية الدولة تدفع لهم للمشاركات وإصدار التقارير، ليش؟ عشان يقول والله الدول الأوروبية هذه يمثلها جمعيات مدنية ما تمثلها الحكومة. إنزين يدفعوا لهم، الحكومة دعمتهم بس بذكاء، زين ذكاء ان يمثلون وجهه نظر حره. في النهايه انا علي اخطاء، منو يخلو من اخطاء في حقوق الانسان ولا اخطاء في مدركات الفساد، لكن علي اني اعدلها، اسعى الى تعديلها، خلنا نكون شفاف حتى اسعى في التعديل والتغيير. انا هني في لقاء مع وزيره الشؤون قلت لها مثل هالكلام، لازم احنا نفهم هذا الموضوع، ترى موضوع مدركات الفساد اليوم وموضوع درجات الفساد هذا موضوع يجب يهز بلد. لما يكون درجتنا في التعليم متأخرة هذا يهز بلد، يجب نناقش ليش احنا متأخرين في التعليم، ليش متأخرين، تأخرنا اكثر في قضايا الفساد. من اسباب تدخلنا في الرياضة في المنظمات الرياضية وأندية الرياضية، تدخلنا في النقابات، اليوم حل النقابات وضع لائحة تنفيذية اليوم بعد حتى في نقابة وطق النقابات مثل ما أبي، نقابة هيئة العاقة أيضا تم اعتقد في قرار حلها ليش والله اصدروا، ما يصير اليوم. شنو دوركم حرب على كان في قانون جمعيات، ترى كان في وقفة قانون جمعيات وقانون خطير جدا، الدولة تدخل وتعين يظنون يعني احنا يعني قاعدين نتراجع فعلا في قضايا الحريات وقضايا المجتمع المدني ودعم المجتمع المدني. تراجعنا في الحريات؟ أكيد لا شك. وين الحريات بعد القوانين وبعد محاربة هذه القضايا؟ قوانين المتعلقة كنتوا تقولون بالحريات، إعلام إلكتروني، جرائم إلكترونية، في بالكم تعدلونها ولا طبعاً انتهت؟ طبعاً لا لا، في قوانين، كل هذه القوانين قاعد تدرس الآن وقاعد يعني يمكن نتقدم بإلقائها ونتقدم في هذا. يعني يبقى اليوم مثل ما قلت لك الشق وسيع، يبقى الآن نحن نحاول واحدة واحدة، يعني قاعدين نقدم القوانين ونمشي في هذا المنوال. ما تشوف أن أنتوا لأن وندافع عن الناشطين وندافع عن المعارضين. التفكك اللي موجود أو عدم وجود كتلة واضحة حتى يتم تبني مثل هذه القوانين، ما تشوف احنا بحاجه لها في المجلس كتله؟ والله شوف انا افضل من كونك مستقلين كل واحد بصوب. انا ما اخفيك الحكومه تخاف من التجمعات الكبيره، انا واحد من الناس، انا ودي كتل وما يصير هناك يعني للاسف تجمعات وانقسامات وبعدين الحكومه تلعب على الانقسامات، ها شوفوا خلوكم وما دعوكم وهذا كذا. أنا أعتقد اليوم مجلس الأمة باختلاف وتنوع أطيافه أعتقد مجلس مسؤول ويستطيع يتحمل مسؤولياته. عفوا أنا أشوف بغض النظر عما قيل في هذا المجلس، أشوف شباب واعد. أنا استمعت إلى طروحات إخواننا مثل دكتور مثل عمر الطبطبائي، مثل البطين، مثل الفضالة، مثل يعني بدون لا أسمي يعني أسماء كثيرة من الشباب كذلك ناصر دوسري ثامر وغيره وغيره. كل صراحة أنا قاعد أشوف يعني بدون تسميات مبارك غير الحجرف وغيرهم، يعني بدون تسميات الجميع الصراحة شباب واعد، شباب متحمل مسؤوليته، عنده فكر إصلاحي،
اليوم أنا أعتقد المجلس هذا مجلس سيقود الدفع على الأقل 60% اللي صار أوكي. فيهم تغيير أنا أعتقد مجلس قائد للأصلاح. بأجالة نبأ مندي تيجي دكتور هي مكافحة الفساد المطالبة بتعديل قانونها اللي قاعد يصير اليوم وضعها أنها هي تحت وزير العدل وتراقب على خطأ وزير خطأ العدل كبير. وجهة نظركم خطأ كبير ما يصير شو يا جماعة هيئة مكافحة فساد شوف يا تصير هيئة مستقلة من مجلس الوزراء إذا على قوانين الكويت اللي معمول فيها وأنا رأيي تكون إذا فعلا هيئة مكافحة فساد تكون مستقلة تابعة لمجلس الأمة ولا يكون مع أحد راح تعدلون قانونها ولا لا نسعى لتعديله وأنا أظن سمعت من وزير العدل أنه يقول بالعكس هذا شيء جيد مرحب فيه أنه تروح لمجلس الأمة بالعكس هذا كديوان محاسبة شنو راح تتبنى فترة المقبلة وختاما دكتور يعني احنا سنتبنى قضايا اللي يعني كان فيها مس لجيب المواطن سنحاربها سنتبنى إصلاحات حقيقية في مجال التعليم في مجال السكان أنا أعتقد اليوم مراقبتنا القوية لتنفيذ الحكومة لوعودها في المشاريع الإسكانية والمشاريع الصحية والمشاريع التعليمية اللي تطلقها أعتقد اليوم مراقبتنا محاسبة مسؤولين على تفعيل هذه القوانين هذه من أهم الأمور اللي يجب أن نلجأ إليها مشكور دكتور لحضورك معنا في البيت هذه الدعوة نتمنى نلتقي معك في مرات أخرى إن شاء الله مشاهدينا الكرام وصلنا لختام هذه الحلقة لكم من أطيب المنى وإلى اللقاء